السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة زوزو فلوغ. اليوم هنقدم لكم الرفيسة طريقة تقليدية كيف كتشوفوا معايا، راه تجي رائعة. نتمنى ان شاء الله تجربوها، غادا تنال الاعجاب ديالكم. نتوما كيف كتشوفوا وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غنبداو بالعجين ديال الرفيسه. غنحتاجو هنايا، درت كيلو ديال الفورص، وهنايا عندي نص كيلو ديال القمح سبيسيال اولا الفينو، عندي معلقه كبيره ديال السنيده والملح على حسب الذوق، ودرت واحد المعلقه ديال الزيت، زيت النباتيه. دابا غادي نخلطوهم تينسجموا. وغنحتاجو الماء دافئ بطبيعه الحال باش غادي نشمعو العجين، ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي. دابا غادي نجمع العجين، بالنسبه للعجين ما نديروهش مطلق بزاف باش ما يعذبناش، وما نديروهش قاصح، راكم عارفين العجين ديال المسمن كيفاش يكون. هذا هو الشكل ديال العجين كيف كتشوفوا معايا ملي جمعتو. دابا غادي ندير ليه واحد البلاستيك الغذائي، ما دلكتو ما والو، غير جمعت العجين غنديروه في بلاستيك غذائي، وغادي نخليوه يرتاح واحد شويه شي 10 دقائق بما وجدت الزبده والزيت باش غادي نورقو ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما رتاحت ليا العجين كيف قلت لكم 10 ديال الدقائق، وانتم ما دلكتها ما والو، جات مزيانه. وجدت هنايا راه عندي واحد شويه ديال القمح سبيسيال، زدت معاه واحد المعلقه ديال المايزينا. هنايا عندي الزبده ذوبتها مع شويه ديال الزيت، وانا عندي الزيت باش غادي نورق المسمن. دابا غادي نشكلوا العجين كويرات بهذا الشكل. ما غنديرش هذاك المسمن ديال ورقه ورقه، غندير غير مسمن عادي، كيجي مزيان في الرفيسه. أو كما كتشوفوا انتهيت من الشكل ديال العجين ديالي كله، كيجي بهذا الشكل. ندهنهم شويه بالزيت من الفوق، نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا. نبدا نطيبهم. انا رجعت معكم بعد ما ارتاحت لي العجين، غنبداو باول السمنه، نسرحوها بهذا الشكل، نسرحوها بالزيت. نحاولوا نرقوها مزيان، شوفوا. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الزبده، ونرشها بالفينو اللي خلطته مع المايزينا. ونتنيوها على هذا الشكل على أربعة، نحطوها جانبا، ندوزو باش نشكلو مسمنة تانية نفس الشيء.
نديرو له حتى هي الزبده شويه ديال الفينو نثنيوها حتى هي على ربعه وغادي نهزو ديك المسمنة الاولى نحطوها الوسط بهذا الشكل نديرو الزبدة ونطبعوها بهذه الطريقة كتشوفو معايا ديرولها بحال هكا باش تجي مورقة كتجي بهذا الشكل ونكمل المسمن ديالي كله بنفس الطريقة ونرجع معكم ندوزو على بركة الله المقادير غنحتاج واحد الدجاجة كتشوفو معايا هنا درت دجاجة كروازية وغادي نحتاجو البصلة هاد القبيطة ديال الربيع عندي هنايا غنحتاج خرقوم عرق واحد المعلقه ديال راس الحانوت شويه ديال البزار شويه ديال سكنجبير هنا عندي واحد جوج دامات ديال الزعفران هنا غنحتاجو الثوم هنا عندي السمن واحد شويه ديال الحلبه اختياريه يعني اللي ما تبغيهاش ما يديرهاش هنا عندي كاس ديال الزيت العدس كل واحد يدير القياس اللي بغا وهنا عندي البصله باش غادا نصب وندوزو على بركه الله طريقه التحضير غناخد واحد الاناء غادي نديرو فيه الدجاجه ندير عليها واحد شويه ديال العطريه شويه ديال الخرقوم شويه ديال السكنجبير بزار راس الحانوت ندير واحد شويه ديال الزيت والسمن شويه ديال السمن نحاولو ندهنوها كامله بالعطريه نشوفو معانا دابا غنوضعها في الكوكوط اللي غنصبو فيها نزيد عليها البصلة ونزيد العطرية ديالتي بزار راس الحانوت ونزيد الزيت وغنزيد هادوك جوج دويمات ديال الزعفران وغادي نزيدو دوك الثوم بالقشرة ديالو مغسلتهم غادي نزيدوهم بالقشرة ديالهم وغادي نضيف واحد شويه ديال البلوز وغادي نشعل عليهم انا حطيت الكوكوط ديالي فوق النار هي تقلات ليا الدجاجه ضفت شويه ديال الماء كيف قلت لكم دابا غادي نزيدو العدس والحلبه دابا غادي نضيف الربيع والبصله بعد ما قطعتها بهذا الشكل نتوما تقدروا ديروا اي بصله بغيتو بغيتو ديروا العاديه ديروها بغيتو ديروا الخضريه ديروها دابا من بعد ما حطيت البصله ديالي كامله غادي نروي نديروا الماء
القياس اللي غادي نحتاجه، وغادي نسدو عليه، نسدو على الدجاج باش يطيب ونرجع معكم. انا رجعت معكم من بعد ما طاب ليا الروا. دابا غادي ندوزو باش نسقيو الرفيسه ديالنا ان شاء الله. انا اختاريت غنزوقها باللوز والقرقاع والتمر كيف كتشوفوا معايا، وهنا بيض السمان. غادي نزوقو بشويه ديال السانوج، هنا عندي حب رشاد، وهنا عندي لي دغاجي. ندوزو على بركه الله نبداو التسقيه. غندير واحد شويه ديال الروا في القصريه هكا، غنحطو المسمن، هو المسمن اللي صايبت معاكم، جاني بهاد الشكل. وغادي نزيدو شوية ديال الروا، نقطعو تاني المسمن باش ما تجيناش ناشفة. دابا نسكيوها من الفوق بعد ما ضفنا المسمن كله اللي بقى. بالنسبه للملح راه نسيت، ما ذكرتهاش ليكم في المقادير، راه درتها. شوفوا معايا دابا نحط الدجاج، شوفوا انا ساليت سقيتها. دابا غندوزو للزين، غناخد واحد البيض وحده غنديروها في، درتها بهذا الشكل، وحده درتها في السانوج، وحده غنديرها في حب رشاد. هما كيف كتشوفوا معايا غادي نديرها في السانوش ونشوف مايا كيف قلت لكم. طبيعة الحال راه كل واحد غادي يزين الطريقة اللي عجباته. من بعد ما انتهيت المرحلة ديال البيض كيف كتشوفوا، دابا ندوزو للتمر، زينو بالتمر بهذا الشكل. هنا نديرو القرقاع، شوفو مارك ليكم كيما بغيتو تزينو راه تزينو، بقى ليكم الاختيار. تشوفو دابا غادي نديرو اللوز حتى هو بهاد الطريقة.
دابا بقاو لينا هاد لي دراجي حتى هما غادي نحطوهم. نتوما الاختيار ديالكم الطريقه اللي عجبتكم غديروها. انا ساليت من الزواق ديال الرفيسه ديالي كتجي بهذا الشكل كيف كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وعادتنا الاعجاب ديالكم. نتمنى اللي مازال مشاركش معايا في القناه ديالي يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد. ونتمنى تبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ونتلقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم.